يا صباح الفل، النهارده هنعمل مجموعة تمارين، يلا نعملها مع بعض وبعديها هنتكلم في موضوع مهم. هستناكم. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهارده عن الميه. طبعا كل الناس بتتكلم عن الميه وعن كميه الميه اللي لازم ناخدها على مدار اليوم. النهارده هتكلم عن حاجتين بساط جدا متعلقين وهيدعموا نفس النقطه، وهي ايه؟ ان الميه المفروض ان انا لو باخد كميه معينه ما اخدهاش مره واحده في اليوم، المفروض ان هي يكون ليها كمان توزيع زي ما احنا بنوزع الوجبات عشان جسمي كل ما يحتاج ميه يلاقيها موجوده على مدار اليوم. طيب النقطه الثانيه، والنقطه دي مهمه جدا، وهي ان لما باجي اشرب ميه ايه التوقيت اللي انا اشرب فيه ميه؟ هل بشرب مثلا في وسط الاكل؟ هل بشرب مع الاكل؟ هل بشرب قبل او بعد الاكل مباشره؟ انتوا عارفين ان المعده بتشتغل بالعصارات الهضميه، دي مواد كيميائيه بتبتدي ان هي تحلل وتهضم مكونات الاكل. طيب الميه بتعمل ايه؟ بتبتدي ان هي تخفف من تركيز العصارات دي فتقلل من جوده الهضم. فبالتالي لو انا عايز اشرب ميه او حتى لو بشرب سوائل كبيره بكميه كبيره، المفترض ان انا ما اخليهاش عند الوجبة، يعني ولا قبليها مباشرة ولا بعديها مباشرة ولا في النص، علشان أحافظ على عملية هضم جودتها عالية وفي نفس الوقت تبقى متوزعة على مدار اليوم. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.